هذه الحالة من الموت عطشا هي التي دفعت أهالي قرية برج البرولوس لقطع هذا الطريق قبل 3 سنوات، وقاموا بمنع المسافرين من عبوره، وذلك لإجبار مسؤولين يقولون إنهم لطالما تجاهلوا الاستماع لحقيقة أن القرية ذات 100,000 نسمة والمهددة بالموت عطشا فقدت أخيرا حلمها ووداعتها. والله العظيم ده بالنبلة قريبة أو بعيدة عن برج البرولوس قمنا بزيارتها قبل سنوات، اقترن عطش الناس بعطش التربة الزراعية وخيبة المحصول الذي يستدين الفلاح على ذمته طوال العام، وليصبح هذا الإنسان موزعا بين حلقة العذاب اليومي في المشي كيلومترات للحصول على شرمة باء، وبين اللجوء إلى مصادر مياه ملوثة من الترع والآبار. ما هي دي عشان نضطرين نجيب منها؟ أستقل في إيصال صوت دورة العطش في البرولوس وصرخات الأمهات والأطفال في القرى الأخرى الذين حرق العطش أكبادهم تبلور رد فعل سياسي واضح أمر الحكومة بالتعامل المستقيم غير الالتفافي مع المشكلة، فتحركت البيروقراطية النائمة وبنيت بعض المحطات مثل الخشعة التي صور تقريرنا الأول مواسيرها ومواد بنائها ملقاة في العراء لسنوات 42 قرية أخرى محرومة من مياه الشرب. لا يستطيع أحد القول بأن أزمة مياه الشرب في كل قرى مصر قد حلت، لكن يمكن القول بثقة إن التدفق الحر للمعلومات والروح النقدية للإعلام ينجحان أحياناً في حل مشاكل الجماهير.